تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان، وأيضا التفاؤل هو السلاح الأساسي الذي يجب على كل إنسان أن يتمسك به ليتمتع بسعادة كبيرة في الحياة. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، ومعنا زميلتنا اليوم الأخت آمنة العلي. صباح الخير. صباح الخير أخوي عبد الله. صباح النور والسعادة، وأنا محدثكم عبد الله جمعة، ودائما أرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما، وقبل نبدأ أيضا نستعرض معاكم فقرات برنامجنا، نحب نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما خلكم حريصين على ترك مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين، وطبعا المحافظة على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأيضا لا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. خلنا نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما أخبار محلية وعالمية، وأيضا آخر الأخبار الصحية والعلمية التي تهم أفراد المجتمع، أبرز المواضيع والأخبار التي تناقلتها في وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا في هاي الحلقة بنستعرض اليوم قائمة أطباق أو الطعام الأطعمة الشعبية المهمة في فصل الشتاء وفائدتها لتعزيز صحتنا، وأيضا بنتعرف إلى أساليب الأنماط الحياتية السليمة للحماية من كوفيد-19، وغير ذلك من أساليب الوقاية بشكل عام. أيضا في حلقتنا اليوم موضوع مهم عن تقنية التعقيم بالضباب معنا، أيضا كذلك التعرف العلمي والطبي لاضطرابات القلق وأسبابها. اختيامنا عندنا خبر عن الدول الأكثر فقرا تعاني من السمنة وسوء التغذية في آن واحد، وأيضا النظام الغذائي الضعيف قد يحرم الطفل من 20 سنتيمترا في الطول. شو تبين تقرين اليوم؟ أنا بتناول خبر أن الدول الأكثر فقرا تعاني من السمنة وسوء التغذية في آن واحد. ويعاني ثلث الدول الأكثر فقرا في العالم من مستويات عالية من السمنة، فضلا عن نقص التغذية اللي يجعل الناس نحيليين للغاية، وذلك وفقا لدراسة نشرت في دورية ثلاسنت الطبية. وتقول الدراسة أن المشكلة ناجمة عن الاستهلاك العالمي للأطعمة فائقة التجهيز وانخفاض نسبة الأشخاص اللي يمارسون الرياضة، ويطالب معدو الدراسة بإجراء تغييرات على النظام الغذائي المعاصر اللي يعتقد أنه سبب المشكلة. والبلدان طبعا الواقعة في أفريقيا وجنوب الصحراء وآسيا هي الأكثر تضررا، وتقدر الدراسة أن ما يقرب 2.3 مليار طفل وبالغ في العالم يعانون من زيادة في الوزن، وأن أكثر من 150 مليون طفل يعانون من نقص النمو أو ما يسمى بالتقزم. نعم. ومن الدول الأكثر فقرا تعاني من السمنة وسوء التغذية في آن واحد إلى خبرنا الثاني تحت عنوان النظام الغذائي الضعيف قد يحرم الطفل 20 سنتيمترا في الطول.
فاختئامنا طبعا دائما الغذاء الصحي هو الغذاء السليم للطفل. وحسب ما تقول الدراسة بأن توصلت دراسة بحثية إلى أن نظام التغذية الضعيف للأطفال في سن الدراسة قد يحرمهم من الطول بما يصل إلى 20 سنتيمتر في المتوسط، وذلك عند المقارنة بين مجموعات من التلاميذ في عدد من الدول حول العالم. وأيضا كشفت الدراسة هاي أن الأولاد أو الأطفال الأطول قامة الذين بلغوا 19 سنة في 2019 كانوا يعيشون في هولندا على مستوى طول 183.8، بينما نظرائهم الأقصر قامة كانوا يعيشون في تيمور الشرقية وكانت متوسط الطول 160.1. ونشرت الدراسة في دورية ذا لانست الطبية. ومن فقرة الأخبار بناخذ عيال الأختي آمنة، ننتظر الأخت أسماء الجناحي ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة أو الصفحات ذات العلاقة والشؤون الصحية. نذكركم دائما مستمعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي أيضا توفر وما زالت فحص الفيروس كورونا في مراكز التسوق في الإمارة، في مول الإمارات وأيضا مردف سيتي سنتر وسيتي سنتر ديرة. ومستمعينا الأفاضل بإمكانكم معرفة المزيد حول هاي الخدمات المميزة، الاتصال بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي على 800-342. نعم، وطبعا أخوي عبد الله نحن نذكر المستمعين بحملة دمي لوطني، وطبعا هاي حملة سنوية تنظمها هيئة الصحة بدبي بهدف نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع عن أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين. وطبعا أخوي عبد الله هاي حملة سنوية نحن نسعى من خلالها ونقول للمستمعين إن تبرعكم بالدم شيء مهم جدا، ونسعى أيضا لإنقاذ حياة الكثير من الناس من خلال تبرعنا بالدم. كفو عليك يا سعيد، تبرعت بالدم شيء توفر المساعدة لإنسان في أمس الحاجة. سعيد كان اليوم في مركز دبي للتبرع بالدم في مستشفى لطيفة، وهو من أحدث المراكز في العالم. والعام اللي طاف عدد وحدات الدم المسحوبة في المركز كانت حوالي 48,000 وحدة دم، بارتفاع 8% عن العام اللي قبله، و 38% من هذه الوحدات راحت إلى مركز الثلاسيميا، والباقي إلى مستشفيات هيئة الصحة بدبي والمستشفيات الخاصة. وإذا يا سعيد مو برايم توصل للمركز، هناك حافلة التبرع بالدم إلى توصل للشركات والمؤسسات والجامعات، وكل إنسان ما عنده مشاكل صحية قادر على التبرع بالدم مرة كل 56 يوم. في مركز التبرع العملية ما تأخذ أكثر من 30 إلى 45 دقيقة، إضافة لكون عمل إنساني نبيل. التبرع بالدم يساعد على منع حدوث الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وطبعاً ينشط الدورة الدموية ويحفز نخاع العظام لإنتاج خلايا جديدة. وبعد التبرع يا سعيد أكيد تحس براحة وحيوية لأن الدم بجسمك يتجدد. التبرع بالدم مسؤولية مجتمعية وخدمة إنسانية، وعساكم دوم صحة وسعادة. نعم، وطبعا أخوي عبد الله أكدت الدكتورة مي رؤوف رئيس مركز دبي للتبرع بالدم للبيان الصحي أن عدد المقبلين على التبرع بالدم منذ بداية العام الجاري وصل إلى 50,231 متبرعا، فيما بلغ عدد الذين تم قبولهم للتبرع بالدم طبعا مقارب ل 42,000 متبرعا بالدم. وإشارت إلى أن عدد المقبلين على التبرع بالصفائح الدموية وصل إلى عدد 4,782 شخص تبرعوا بالصفائح طبعا الدموية. وكذلك أن كشفت أن المتعافين من مرض كوفيد 19 تبرعوا ببلازما الدم العلاجية وصلوا إلى 326 متبرع، في حين بلغ عدد حملات التبرع بالدم تقريبا ما يقارب 531 حملة. وطبعا أخوي عبد الله كان هناك عدد كبير من المواطنين كذلك تبرعوا بالدم، وصل عددهم ل 5350 شخص تبرعوا بالدم. ونحن كذلك نضم أصواتنا إلى حملة التبرع بالدم ونحث المستمعين على التبرع
بالدم في هذه الحملة الوطنية الكبيرة اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي. نعم، ومري اختيامنا طبعا يعتبر مركز دبي للتبرع بالدم من المراكز الحيوية والمراكز المتخصصة على مستوى طبعا الدولة، لأنها الحقيقة تقدم خدمة مثل ما ذكرت الدكتورة، يعني التبرع بالدم يعتبر يعني جانب إنساني وجانب طبي وجانب مهم جدا لإنقاذ حياة الناس. ومثل ما تعرفين اختي آمنة أن هناك بعض الناس يحتاجون إلى نوع أو فئة معينة من الدم، فلهذا السبب نحن أيضا مثل ما تفضلتي أن نضم صوتنا بصوت المركز، بأن دائما الإنسان لابد أن يكون عنده هاي الروح الإنسانية والروح الوطنية، بأن دائما يتبرع، لأن هناك في حاجة للدم لإنسان محتاج بأنه يعيش. مستمعين الأفاضل، بناخذ معاكم فاصل، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. فقرتنا الثانية بتكون عن مستجدات كوفيد 19، واليوم تحت عنوان الإجراءات الاحترازية لحماية الصحة العامة. خلكم معنا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختي آمنة، طبعا نحن ما زلنا نذكر مستمعينا الأعزاء بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، واليوم موضوعنا أو فقرتنا فقرة مستجدات كوفيد 19 تحت عنوان الإجراءات الاحترازية لحماية الصحة العامة. نعم، المفروض تكون معانا اليوم الدكتورة هند العوضي، ولكن طبعا يمكن الدكتورة يكون عندها تأخير أو شيء وبترد تتصل فينا، فنحن طبعا نقول حق أعزائي المستمعين إن لازم دائما يكونون حريصين على ترك مسافة آمنة بينهم وبين الآخرين، وما ينسون غسل اليدين بشكل مستمر وبالطريقة الصحيحة. صحيح. وطبعا لين تكون الدكتورة هند إن شاء الله جاهزة معانا، بناخذ المصطلح الطبي لليوم واللي هو القلق المفرط. نعم، وطبعا أخي عبد الله مصطلحنا لليوم جدا مهم، ويقول المصطلح بأن القلق المفرط أو ما يسمى أحيانا بالقلق المرضي هو قلق زائد من كونك قد تصبح مريضا، وربما لا يكون لديك أي أعراض جسدية، أو قد تعتقد أن أحاسيس الجسم الطبيعية أو الأعراض الطفيفة هي علامات لمرض خطير، على الرغم من نفي الفحص الطبي لوجود أي حالات مرضية خطيرة. طبعا أخوي عبد الله مثل ما قلنا أن الشخص دائما يحس عمره أنه عنده مرض معين، حتى لو صحيح. راح المستشفى وقالوا له أمورك طيبة، بس يتم عنده هذا القلق المفرط. وطبعا هذا مرض القلق الشديد هو من أحاسيس الجسم مثل النفضان العضلي أو الإرهاق، وترتبط بوجود مرض خطير محدد، واللي هو يعني القلق الشديد هو اللي يجعل الشخص يشعر بأن لديه مرض خطير، عوضا عن كونه عرض يعني عرض جسدي ذات نفسه، إلا أنه يسبب الضيق الشديد الذي يمكن أن يعطل حياتك. صحيح. وطبعا اضطراب القلق المرضي هو حالة طويلة الأجل والتي يمكن أن تتبدل في شدتها، وقد تزيد مع التقدم في السن أو في أوقات الإجهاد، ولكن طبعا يمكن أن يساعد تقديم الاستشارة المعالجة النفسية وأحيانا الدواء في تخفيف قلقك. يعني الشخص اللي يعاني طبعا من هذا القلق المفرط ننصحه دائما بأنه أولا يتجه للاستشارة الطبية، إذا طلع ما عنده أي أعراض مرضية فهذا معناته أنه يعاني من القلق المفرط، واللي هو طبعا كان مصطلحنا لليوم. صحيح، أنت اختيامنا تطرقت لنقطة مهمة جدا، بأن في كثير من الأوقات القلق المفرط ممكن الواحد يتوقع أنه عنده مشكلة صحية، ولكنها بسبب لأنه قلق فممكن أن يأثر في كثير من الحالات إلى بعض أو الأمراض المزمنة. ناخذ معانا اليوم مستمعينا الأعزاء فقرتنا الثانية وفقرة التغذية. اليوم اختيامنا جميلة جدا حقيقة، وتحت عنوان الأطباق الشعبية
الشعبية في فصل الشتاء. بنسمع أكثر من الأستاذ ثريا التميمي أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. أستاذ ثريا صباح الخير. أهلين، صباح النور أخوي عبد الله وأختي آمنة، صبحكم الله بالخير والنور. صباحك الله بالخير والنور. وطبعا أنت يأتي في وقتك اليوم ونحن يواعة وتعرفين الجو بارد، فنبغى نسمع شو بتعطينا اليوم في يعني الأطباق الشعبية. نحن اليوم بنتكلم عن الأكلات الشعبية اللي تتحضر في فصل الشتاء، وطبعا مثل ما نعرف مجتمع الإمارات يتريون بفارق الصبر هذا الفصل، لأن هالفصل له أهمية كبيرة بالنسبة لهم. في هالفصل يروحون المخيمات، يروحون البار، يروحون العزب، وطبعا في هذا التجمع ما يخلى من الأكلات أو الوجبات. الوجبات اللي بتكلم عنها اليوم تتميز في مذاقها في الشتاء، وكانوا أيام زمان أو سابقا أجدادنا كانوا يحضرونها في فصل الشتاء لأهميتها. ومن أهميتها أول شيء تعطيهم الدفء وتحمل البرودة وتقلبات الجو، عشانها تحتوي كمية عالية من الدهون، وتمدهم بعد بالطاقة والشبع لتحمل الجوع لفترات طويلة، عشانها تحتوي على الألياف والكربوهيدرات والسكريات، وأيضا تمدهم بالفيتامينات والمعادن. وأهم نقطة صلاحيتها تكون طويلة جدا، تمتد لثلاثة شهور، فكانوا يحضرونها ويأخذونها معاهم في حلهم وترحالهم. صحيح. اليوم بنتكلم عن إن شاء الله يعني سنة الوقت أن نحن نتكلم عن ثلاث أو أربع تقريبا وجبات. الوجبة الأولى بنلمس عنها اللي هي القرص المفروك أو القرص المدقوق أو قرص اليمر مثل ما يسمونه. هذا القرص المدقوق يتكون من الماء والملح والطحين. حتى أختي عفوا المداخلة أختي ثريا، مثل ما ذكرتي أنت أنواع القرص حتى يعني المكونات تختلف، مثلا يعني من منطقة لمنطقة، مثلا المناطق اللي هي الساحلية تلقين عندهم اختلاف في المكونات واختلاف التحضير، المناطق الجبلية أيضا لهم طابع آخر، المدينة أهل المدينة تلقين لهم عندهم بعد خلطة خاصة وطريقة ثانية، فالاختلاف هذا مرات يعني يعطي الحقيقة اللي قد يكون يعني طبق واحد ولكن له ميزة وله يعني هي. نعم تفضلي. نعم يوعتين أنت عاد اليوم. بالنسبة للقرص طبعا هو مثل ما نعرف أنه يتحضر تحت اليمر مباشرة. صحيح. وبعدين يندق بالمنحاز أو بالإيد الهاون ولما يتفتت عقب يضيفوا للسمن أو يضيفوا للدهن. في بعض المناطق مثل ما ذكرت أخوي عبد الله الإضافات تختلف من مكان لآخر، فهذا يعتبر من أفضل أو من أهم الوجبة اللي تتحضر في الشتاء. عندنا الوجبة الثانية اللي هي اللي هو قرص الخمير. قرص الخمير طبعا يتميز برائحة الزكية، طبعا يوم يتحضر في البيت أو أيام زمان كانوا الحريم يحضرونه من الفجر من عقب صلاة الفجر، وتفوح ريحته في كل مكان وفي الفريج نفسه ويوزعونه فيما بينهم. وطبعا يتميز باحتوائه على الطحين والبيض والماء طبعا وبعض المكونات، يعني في ناس يضيفون التمر وهو الشيء الأساسي عشان يحسنون من طعمه وفي نفس الوقت يمدهم بالطاقة. بعد الخمير طبعا يتحضر دائما الصبح وعلى الريوق ودائما يتاخذ وهو حار، في ناس يضيفوا له سمسم، في ناس يضيفوا له حبة سودة، في ناس يضيفوا له بعض المكونات الأخرى أو المنكهات الأخرى. صحيح. في عندنا الوجبة الثالثة اللي هي البثيثة. البثيثة كانت أهميتها هي الأقدم تعتبر من بينهم كلهم. صحيح. لأنها هي اللي كانت تتحضر للناس اللي بيسافرون سواء كانوا البحارة أو الناس اللي كانوا بيسافرون عبر الصحراء، لأنها هي الوحيدة اللي مدة صلاحيتها تمتد إلى ثلاث شهور. وتعتمد البثيثة طبعا على مكونها من التمر، ودائما يكون نوع الخلاص هو اللي يميزها أو هو المهم في مكوناتها. البثيثة تتكون من الطحين والتمر والسمن. صحيح. وطبعا هو كتكوين لها دائما طبعا يضيفون لها اضافات مثل الهال، مثل زعفران مرات بعد مثل الزعفران. صحيح. مثل حد يضيف لها حتى جوز الهند، اختلفت طبعا اضافاتها. نعم.
عندنا آخر وحدة اللي هي العصيدة. طبعا العصيدة بعد تستوى بطريقتين، تستوى بالطحين وتستوى بالبوبر اللي هو اليقطين. صحيح. العصيدة هي تعتبر الأعلى في السعرات الحرارية، لأن هذه يضاف لها كمية كبيرة من السمن وكمية الطحين تكون فيها عالية. العصيدة تحتوي على سكريات أيضا عالية، فالعصيدة بعد هذه تعتبر من الـ من الـ من الوجبات اللي تتحضر الصبح نظرا لريحتها الزكية وتمدهم بالطاقة. الحين حاليا نحن إذا كنا نبغى، نحن طبعا عادتنا ما نقدر نستغني عنها، بس نقدر إن نحن نحضرهم هذه الوجبات بس بطريقة صحية. أول شيء في تكوينها، كيف إن نحن نعدل في التكوين أو نعدل في المكونات الموجودة فيها. ممكن بالنسبة للطحين نستخدم الطحين الأسمر أو طحين البر. ممكن إذا كان في المنتجات سمن ممكن نستخدم زيت الزيتون أو الزيوت النباتية الغير مشبعة بدل من الزيوت المشبعة. ممكن إن إحنا إذا كان في إضافة بيض نستخدم بياض البيض بدل ما يكون معاه صفار البيض. ممكن الإضافات، إضافة بعض المواد الغذائية ترفع من قيمتها الغذائية وتعطيها معادن أكثر وفيتامينات أكثر، مثل إذا ضفنا المكسرات، إذا ضفنا الهيل، إذا ضفنا الزعفران، إذا ضفنا الزبيب، إذا ضفنا حتى الفواكه المجففة. هاي الأشياء تعطيها، ترفع من قيمتها الغذائية. والأهم في الموضوع أيضا الكمية، يعني لازم نحن نحدد الكمية. صحيح. مثلا إذا كنا بنحضر البثيثة ممكن نسويها كور صغار جدا أن ناكلها، يعني ما نحرم نفسنا بس ناكلها كمية بسيطة. صحيح. قرص وخمير نسويه بطريقة صغيرة، أيضا العصيدة والقرص تتسوى بهالطريقة. يعني ممكن نحن أن الكمية تكون صغيرة وفي نفس الوقت نحن استمتعنا بأن نحن خذيناها. ناخذ دائما بالاعتبار إذا كان عندنا كبار السن وهم الأكثر اللي يحبون هذه الوجبات أنها تكون بطريقة صحية. يعني مثلا إذا كان السكر من مكوناتها ممكن نحن نضيف محليات، وفي محليات موجودة في الأسواق قابلة للطبخ وتنحط في هذه المكونات. ممكن تكون محليات، ممكن نستبدل السكر بدال يكون العسل أو الدبس. صحيح. بس أهم شيء أن نحن نحاول قدر الإمكان نقلل من الدهون ونقلل من السكريات، عشان أن نحن نقدر أن نحافظ، أولا نحافظ على صحتنا وفي نفس الوقت ما نحرم نفسنا من هذه المتعة ومن هذا الطعم الجميل في فصل الشتاء. صحيح. طبعا أنت اختي ثريا ذكرتي يعني جوانب مهمة جدا الحقيقة في هاي الأطباق الشعبية المهمة. دائما طبعا كل طبق من هاي الأطباق اللي ذكرتيها، يعني سواء البثيثة أو القروص، هي طبعا تكون احلى اذا كانت بمكوناتها العاديه اللي نعم. ذكرتيها، يعني الطحين والبهارات، الزعفران والهيل والامور الثانيه. ولكن نحن دورنا اليوم او دوركم انتم مهم بان يعني الواحد يتثقف ان صح ان هي وجبه صحيه، ولكن لابد ان تؤخذ يعني مثل ما هي مطبوخه بالكميات او النسب اللي يحتاجها جسم الانسان. وطبعا هاي كل انسان هو يعرف كم الكميه اللي يحتاجها، لان تعرفين مرات اختي ثريا بعض الناس تعتقد بان هاي وجبه صحيه وما فيها الا يعني السمن او يعني الطحين المحمس او الاشياء الثانيه الصحيه او التمر او دبس التمر، فهاي كلها امور صحيه. يعني يقولون والله ليش احنا ما ناخذ الكميه اللي نحتاجها واكثر. فمرات حتى لو الشيء صحي كثرته ممكن انه يضر الانسان. صحيح صحيح. ونحن لازم حتى ناخذ في الاعتبار ان انا على حسب حالتي الصحيه، على حسب أنا شو عندي من مشكلة صحية، على هالأساس أنا أخذ الوجبة. نحن أخصائيين التغذية بالعكس، يعني نحن دائما نحب أن نتعايش مع البيئة اللي نحن موجودين فيها. ما نقدر نستغني عن أكلاتنا الشعبية وعن وجباتنا الشعبية، وبالعكس نحن جزء أساسي في هالموضوع. عشان كذي نحن دائما نحاول أن نثقف، نحن بناخذ الأكلات الشعبية ولكن نحاول قدر الإمكان أن نحسن في محتوياتها، نقلل من كمياتها، أساس أن إحنا ما نحرم نفسنا من هذا الشيء، وفي نفس الوقت أن إحنا تمتعنا بأن كلنا وجبات شعبية. لو رحنا انعزمنا في مكان أو حد عزمنا نقدر أن إحنا ناخذ هاي الوجبة أو نحضرها بطريقة أن نكون إحنا لا نحرجنا ولا أن حرمنا نفسنا من هالشيء. هو أيضا الجميل أختي ثريا أنك أنت ذكرتي جوانب كثير مهمة جدا، بأن أيضا ممكن هاي
الأطباق الشعبية أنها تحضر أو تحضر بأسلوب أو بطريقة صحية. وأنت قلتي البدائل، يعني بدال السمن مثلا زيت الزيتون، وطبعا زيت الزيتون له طرق يعني مختلفة وأساليب متنوعة في التحضير، بحيث أنه ما تروح خاصيته إذا تعرضت لدرجات حرارة عالية. يعني الشخص عنده خيارات كثيرة، ممكن مثل ما تفضلتي يستمتع بالاستفادة من هالأطباق الشعبية، سواء كانت بطريقتها التقليدية أو حتى إذا حب أنه ياخذها بالطرق الحديثة أو بالطرق الصحية. نعم، وحب أبشرك أخوي عبد الله أن ما شاء الله تبارك الرحمن مجتمعنا جدا واعي، وما شاء الله حين حتى قاموا الناس يقرون وقاموا أصلا بروحهم يحضرون الوجبات هذه بطريقة صحية، قاموا روحهم يسعون أنهم يشوفون البدائل، يشوفون كيف أني أحضر هاي بطريقة صحية. التثقيف ما شاء الله منتشر بطريقة كبيرة، وقاموا الناس يتثقفون سواء كانوا الكبار أو الصغار حتى، فتحس الناس مهتمين الحين، خصوصا اللي عنده الأمراض المزمنة تحس بمهتم. صحيح. يحاول أن يوجد البدائل ويحاول أن يحسن في نمط حياته ويصحح العادات الغذائية الخاطئة اللي كان قبل سابقا يمارسها. صحيح. الأستاذة ثريا تميمي، وعتينا جزاك الله خير، وشكرا لمعلوماتك الطيبة. الله يعطيك الصحة والعافية، وما قصرتي. أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ثريا التميمي، كل الشكر والتقدير. مستمعينا الأعزاء، بناخذ من فاصل، وبعد الفاصل خلكم دائما مع صحة وسعادة، وعندنا فقرة كوفيد-19 ومعلومات أكثر عن الإجراءات الاحترازية لحماية الصحة العامة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأفاضل على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختيامنا فقرة تقنيات حديثة اليوم تحت عنوان تقنيات التعقيم بالضباب. نعم خوي عبد الله، طبعا من التقنيات الحديثة والحلول الذكية اللي تستحوذ عليها هيئة الصحة بدبي وتوظفها بالشكل الأمثل في خدمة الناس وتطوير أنظمة الرعاية الصحية بمنشآتها الطبية، تأتي تقنيات التعقيم بالضباب، وهي واحدة من الأدوات المهمة في جميع مرافق الهيئة. حول هذا الموضوع المهم وما تعنيه تقنيات التعقيم واستخداماتها، يسعدنا أن تكون معنا اليوم في فقرة التقنيات الحديثة الأستاذة خلود آل علي، أخصائي وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة خلود. صباح النور آمنة. أهلا فيك أستاذة. في البداية ممكن تعرفينا عن شو هي تقنيات التعقيم بالضباب بشكل عام؟ تقنية التعقيم بالضباب هي تقنية جديدة، هي الطريقة اللي تطلع فيها مادة التعقيم تكون على هيئة ضباب، يعني هي المادة اللي تكون موجودة في المعقم مادة سائلة، بس لما تبخ المادة تكون على شكل ضباب، عشان شي يسمونها تقنية الضباب. نعم، ممكن توضحي لنا أكثر كيف يعمل هذا الجهاز الخاص بالتعقيم بالضباب؟ الجهاز هذا هو جهاز صغير ممكن يتعلق على الجدار، ويكون معه أبليكيشن اللي هو الموبايل آب. الجهاز هذا يتوصل بالواي فاي، وأنا أقدر أتحكم في الجهاز هذا عن بعد. مثلا أنا أعطيكم غرفة الاجتماعات، الجهاز حاليا معلق في الجدار في غرفة الاجتماعات، غرفة الاجتماعات مذكرة. أنا موجودة برا، جالسة برا على غرفة، عندي الابليكيشن، أقدر أطفي في الجهاز والجهاز يبتدي يبخ المادة المعقمة في غرفة الاجتماعات، وبالتالي تتعقم الغرفة خلال 10 ثواني بس. نعم، وهاي التقنية أستاذة خلود تم تجربتها في هيئة الصحة في دبي؟ هي نحن كنا بصراحة نشتغل مع شركة هي الشركة المنتجة للجهاز، اللي هي شركة من إيطاليا، واشتغلنا معها في أثناء
المرحلة التجريبية للجهاز، يعني قبل ما حتى كان في مرحلة التطوير، وجربناه عندنا في الهيئة، والحين الجهاز جاهز بشكل نهائي، الاند برودكت موجود، وراح نحطه في احد منشآت هيئة الصحة عشان نجرب لمدة اطول، مثلا شهر او شهرين. نعم نعم أستاذة خلود، نحن طبعا سعيدين على هذه التقنيات الحديثة، وخاصة في فترة كوفيد 19 هاي التقنية بتساعد الكثير من الأفراد، وصب طبعا نحن سعيدين أن نكون من أوائل الناس اللي نستخدم هذه التقنية. كلمة أخيرة تحبين توجهينها أستاذة خلود؟ لا، حابة أشكركم على استضافتكم لي في البرنامج، أتمنى يعني في الحلقات الثانية نكون معاكم بتقنيات أحلى وأجدد إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. العفو، مع السلامة. نعم أختي آمنة، من بعد فقرة التقنيات الحديثة وتكلمنا مع الأخت خلود آل علي عن تقنيات التعقيم بالضباب، ومثل ما ذكرت بأن هاي التقنية أختي آمنة دقيقة الحقيقة، وبالأخص طبعا هي ممكن أنها يعني تفعل في كثير من الأماكن، ولكن مهمة للمؤسسات الطبية، للمستشفيات والعيادات، لأن تدخل في أماكن قد تكون يعني صعب الوصول إليها التقنيات الثانية أو الأنظمة، أنظمة التعقيم الثانية. فمثل ما ذكرتي دائما هيئة الصحة بدبي تحرص دائما لإيجاد تقنيات حديثة وأنظمة ذكية من خلالها يعني تطوير الخدمات وزيادة يعني نظام الهايجين في المراكز الصحية أو المنشآت الطبية. نعم وطبعا أخوي عبد الله، فقرة مستجدات كوفيد 19 ما زالت مستمرة، واليوم فقرتنا التوعوية الخاصة في كوفيد 19 بتكون معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، واللي يد للتعريف بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها بشكل عام عند ارتياد الأماكن العامة، ومنها المطاعم والمراكز التجارية وغير ذلك من الأماكن اللي طبعا نسعد بتواجدنا فيها، ونأمل أن نحتاط ونذهب بكامل الوقاية لهذه الأماكن. وطبعا اليوم نرحب فيك دكتورة هند. صباح الخير آمنة، صباح الخير عبد الله، أهلا فيك. يا مرحبا دكتورة. أول شيء أقول إجازة سعيدة للجميع، لجميع الأهالي وطلابنا، اليوم راح نتحدث بعد عن الإجراءات الاحترازية أثناء عطلة العطلة الشتوية هذه. بالبداية أنا حابة أقسم إجراءاتنا الاحترازية لثلاثة أقسام، قبل ما أنت تخطط لإجازتك الشتوية، أثناء قضائك للإجازة الشتوية، وما بعد الإجازة الشتوية. طبعا قبل ما نبدأ الإجازة الشتوية لازم إحنا نخطط لها ونحط أكثر من خطة ونحط لنا وجهات بديلة، ونحاول أثناء اختيارنا لهذه الأماكن إن الأماكن هذه ما تكون مزدحمة بالناس. نعم. نتأكد إن إحنا على علم بإجراءاتهم الاحترازية، هذا المكان شو يطبق من إجراءات احترازية، شو عنده من قوانين جديدة أصدرها أثناء الإجازة هذه. فإحنا يعني إحنا دائما نقول إن الوعي هي نصف حمايتك ضد كوفيد-19. إحنا نقول للجميع صح إحنا ما زلنا في جائحة كوفيد، ولكن إحنا نتمنى للجميع أنهم يستمتعون بإجازتهم الشتوية، ولكن يعني التخطيط كبداية يخططون للرحلة هذه. وطبعا إذا عندهم أي أعراض أو أعراض تنفسية أو حمى وما إلى غير ذلك، إحنا يعني نقول لهم نتمنى لسلامتكم وسلامة الآخرين أن أنتوا ما تروحون مثلا لهذه الوجهة المعنية في هذا الوقت اللي ما تتحسن صحتكم. طبعا دائما نذكر كبار المواطنين عندنا، أصحاب الأمراض المزمنة، الحوامل، أنهم يأخذون إجراءات احترازية إضافية بحكم أنهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد-19. طبعا إحنا الحين خططنا آمنة وقررنا وين بنروح وشي، الحين شو نسوي لما نروح هذا المكان. أول شيء نتأكد، دائما أنا أسميها الثلاثي الذهبي، إن أنا لازم أحافظ على ارتدائي بكمامي طوال فترة تواجدي، سواء أنا كنت في مكان مغلق أو مفتوح، أنا ألبس كمامي بطريقة صحيحة.
وبعد أحافظ على مسافة كافية بيني وبين الآخرين، خصوصا إذا كانوا غرباء عني، أقصد بغرباء عني إنهم مو ساكنين معاي في نفس البيت، أحرص أني أنا أحافظ على مسافة كافية بيني وبينهم لا تقل عن مترين. وأيضا أذكر نفسي أني أنا لازم أحافظ على نظافة إيديني، وبالأخص إذا أنا قبل ما أتناول وجبة معينة، بعد ما استعملت شيء معين أو لمست أسطح ملوثة، أذكر نفسي أني أنا لازم أحافظ على نظافة إيديني. أذكرهم بعد أنه خذوا معاكم كمية كافية من الكمامات، كمية كافية من المعقم، مو بس حقكم لكن حق اللي معاكم بعد. سبحان الله الكمام يتمزق يتوسخ، تحتاج أنك أنت تغيره. المعقم إذا أنت ما حصلت على الماء والصابون، تكون معاك كمية كافية من المعقمات عشان تحافظ على نظافة إيدينك. نعم. اليوم شوي آمنة ما يعني، إذا تخلوني شوي أقول شو نسوي إذا إحنا رحنا مثلا مطعم معين. فأول شيء أنا أنصح يعني إن أنتوا ما تتشاركون طبق الطعام مع الآخرين، كل واحد يكون تكون له وجبته الخاصة. إحنا نعرف إن وايد صعب إن أنتوا تستمتعون في أجواء المطعم دون ارتدائكم للكمام، فعشان كذي إحنا نذكر إن تسوون الإجراءين الثانيين اللي هو تحافظون على مسافة كافية بينكم وبين الآخرين، وبعد تحافظون على نظافة إيدينكم وخصوصا قبل ما تتناولون وجبتكم وبعد ما تتناولونها. نعم. وننتقل للجزء الثالث من الإجراءات اللي أنا حابة أذكر المستمعين فيها. الحين إحنا خلصنا مثلا من إجازة الشتوية، أو مثلا أنا رجعت من مكان معين، أتأكد أني أنا أتبع الإجراء الدخول الآمن إلى المنزل. شو أقصد بهذا؟ الثياب اللي أنا كنت لابستها أتأكد أني أنا أغسلها، الحذاء اللي أنا لابسه أحطه في مكان معين وأعقمه بعد فترة معينة، إذا في إمكانية أخذ شاور لي ولأطفالي وجميع الأفراد، أذكرهم أنه خلونا ناخذ شاور أو على الأقل نغسل إيدنا والأماكن المكشوفة اللي كانت من جسمنا. إذا اشترينا أغراض نتأكد أن نعقمها قبل ما ندخلها للمنزل. إذا كنا ماخذين معانا أغراضنا الشخصية نحطها في مكان معين ونعقمها بعد ما إحنا مثلا ندخل المنزل وناخذ الشاور. وبعدين إذا يعني إحنا حسينا بأي أعراض بعد رجوعنا من هذه الإجازة، إحنا لازم نحرص أن نتأكد أن إحنا ما فينا شيء، نستشير الطبيب إذا جتنا أي أعراض، وخصوصا إذا أنا كان مثلا مطلوب مني أرجع لمقر عملي، أو أخذ مثلا إذا خلصت الإجازة طفلي عنده أي أعراض، أنا أتأكد أني أنا ما أرد المدرسة بعد، فأنا يعني أخبر الإدارة أني أنا طفلي شوي اليوم عنده أعراض، فأنا حاب أني أنا أخليه مثلا في المنزل وتعطوني خيار التعليم عن بعد إلين ما حالة طفلي تتحسن. هذا باختصار بعض النصائح الاحترازية أثناء عطلتنا الشتوية هذه. نعم طبعا دكتورة هند، شاكرين لك هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها. وطبعا انت ذكرتي دكتورة ان نحن لازم نخطط اولا، وهذه طبعا معلومة جدا مهمة، ان نحن ممكن بعض الاهالي فجأة قرروا انهم يروحون في رحلة وشلوا أغراضهم وراحوا، لكن الحين نحن في فترة مختلفة عن باقي الفترات. وطبعا مثل ما قال الشيخ محمد براشد آل مكتوم، نحن نمتلك أجمل شتاء في العالم، وطبعا نحن ما نصدق على فترة الشتاء بنشل أغراضنا وبنطلع للأماكن المفتوحة، ولكن مثل ما قلتي نخطط لرحلتنا هاي ويكون عندنا وعي كافي للمكان اللي نحن سايرينه. أولا نتصل نستفسر عن هذا المكان إذا يمتلك الإجراءات الاحترازية الصحيحة طبعا. وإحنا حابين دكتورة، أنت ذكرتي نقطة كبار المواطنين أنهم لازم يكون عندهم إجراءات احترازية أكثر، ممكن تناولين هالموضوع أكثر دكتورة؟ يعني إحنا ما نبي من كبار المواطنين أن نقول لهم لا تطلعون لا تخلطون مع الناس، لكن مثلا يعني حاولوا أنكم تقتصرون طلعتكم لأماكن تعرفون أنها أقل ازدحاما. إذا حسوا المكان مزدحم ما يروحون لهذا المكان، يروحون مكان ثاني. نفضل أن هم يطلعون مع الساكنين معاه في المنزل بدون ما يخالطون غرباء أو أشخاص آخرين من أفراد العائلة اللي ما يتشاركون معاه في المنزل. دائما نذكرهم ان حافظوا على صحتكم، تناولوا ادويتكم، مو انه يعني انتم تخافون احنا ما راح نتناول ادويتنا يمكن تاثر في مناعتنا، لا بالعكس
حرصكم على تناولكم لأدويتكم بانتظام، هذا بيساعد بعد في حفاظكم على صحتكم. اهتموا في غذائكم، مارسوا الرياضة إذا كنتوا تقدرون حتى لو رياضة خفيفة. إذا حسيتوا أي حد عنده أعراض مرضية، إحنا يعني نفضل إنه ما تخلطونا. إذا حد بغى مثلا يسلم عليكم بالسلام باليد أو يحتضنكم أو يقبلكم، لأن إحنا عنا عادة عنا في مجتمعنا نحب إحنا إن نحترم كبار السن باحتضانهم وتقبيل أياديهم وراسهم وكذي، فإحنا يعني نحاول في هاي الفترة طريقة إظهارنا لمحبتنا لهم إن إحنا نسلم عليهم من بعيد، يعني هاي ونقول لهم إن يعني لأن إحنا نحبكم إحنا مسؤولين بعد إن نحافظ على صحتكم وسلامتكم. نعم. أي حد عنده أي أعراض يحرص إنه ما يختلط بكبير السن أو حتى أصحاب الأمراض المزمنة، هذه إحنا بهاي الطريقة إحنا نحافظ عليهم وندير بالنا عليهم، وفي النهاية صحة وسلامة الجميع هي من مسؤولية الجميع، يعني الكل الحين صاير مسؤول عن الجميع. نعم. وطبعا دكتورة مثل ما ذكرنا كبار المواطنين، نقدر أيضا نقول أن الأطفال دكتورة الحين نحن أكثر ناس حابين أن بعد هاي العزلة الطويلة للأطفال، هذه أول إجازة لهم وإحنا حابين أنهم يتبعون إجراءات احترازية، كيف ممكن دكتورة نقنع الأطفال أنه والله يا طفل من عمر 6 سنوات التزم بالكمامة، اغسل يدينك باستمرار، فتنصحينهم يطلعون دكتورة أو أنهم يبقون في المنزل يمارسون نشاطات في المنزل؟ هل الطلعة الحين تعتبر آمنة؟ ممكن أن إحنا نطلعهم لأماكن ألعاب اللي فيها يعني أطفال من أعمار مختلفة؟ يعني إحنا مو نقول إنه يظلون في منازلهم وما يخرجون، لكن إحنا يعني دائما أقول لا نستهين بذكاء الأطفال. إحنا إن شرحنا لهم الوضع الحالي، إحنا إن شرحنا لهم ليش لازم هم يلبسون كمامهم، إحنا إذا اخترنا الكمام المناسب لهم الأطفال بيتجاوبون معانا بسرعة يا آمنة. فإحنا نوعيهم، نشرح لهم الوضع، نشرح لهم إحنا إذا رحنا مكان ألعاب إحنا لازم نحرص إن إحنا ما نقدر نلعب مثل ما كنا قبل. إذا شفنا طفل حسينا عليه مثلا غريب عنا، إحنا ما نخالطه ونلعب معاه مثل ما كنا قبل، إحنا نلعب مع الأشخاص اللي إحنا نعرفهم، مع الأخوان والأخوات اللي معاهم في المنزل، يروحون للأماكن الألعاب هذه، لكن وظيفة الأهل أن يتأكدون أن هذا المكان غير مزدحم. نسأل صاحب المكان هذا، هل أنت تعقم الأشياء بانتظام؟ هل أنت تفحص هذول الأطفال؟ إذا حسيت أي حد عنده أي أعراض، هل أنت تسمح لني يدخل مكان الألعاب أو ما تسمح لني يدخل مكان الألعاب؟ بطريقة سؤالنا واحتياطنا احتياطاتنا هذه، إحنا نحرص أن الطفل يمارس هاي الأنشطة في ظل بيئة آمنة. وبعد في العديد من الأنشطة بإمكان الطفل يمارسها، ما يحتاج أن يروح لمكان ألعاب مغلق، الحين الجو وايد جميل، يقدرون يمارسون ركوب الدراجات، يلعبون في الهواء الطلق، في العديد من الأنشطة اللي هم بإمكانهم يمارسونها في الهواء الطلق دون الحاجة أن يروحون لأماكن مغلقة يمكن التهوية فيها مو زينة. فالحين أنا أقول يعني استغلوا الجو الجميل ووعوا أطفالكم، لازم أنتوا تشرحوا لهم الوضع. إحنا دائما وأبدا أنا أقول ما نستهين في ذكاء أطفالنا، أطفالنا جدا واعين، إحنا بطريقة مبسطة نقدر نشرح لهم الوضع الحالي والراهن. نعم. الطفل أوتوماتيكلي آمنة بيتجاوب معانا. نعم صحيح دكتورة، ومثل ما قلتي ممكن تذكرينا دكتورة بالمثلث الذهبي اللي تشرحين لي يا دايما، ذكري المستمعين بهذا المثلث الذهبي قبل ما نختم هاي الفقرة. هي وفي نقطة بعد، إن إحنا نكون قدوة لأطفالنا. أنا إذا ارتديت الكمام طفلي طبيعي إنه بيقلدني وبيرتدي كمامة، أنا إذا شافني الطفل أغسل إيدي المثلث الذهبي اللي هو ترتدي كمامك، تحافظ على نظافة إيدينك طوال الوقت، طفلك أوتوماتيكلي بطبيعة الحال راح يتجاوب معك ويقلدك بحكم أنك أنت القدوة عنده. أنا بحفاظي على مسافة كافية بيني وبين الآخرين، الطفل بعد راح يحرص أن يقلدني ويسوي نفس الإجراء هذا اللي أنا أتبعه. في نهاية الأمر إحنا نشرح لأطفالنا ونكون قدوة لهم ونستمتع بالجو الجميل، وبالفعل إحنا عندنا أجمل شتاء في العالم. نعم دكتورة شكرا لك، وقولي لنا المثلث الذهبي
أنا مصرة أنك تقولين عشان نذكر المستمعين، لأن يوم تصفينه كمثلث ذهبي دكتورة يكون سهل أن الإنسان يحفظه ويستمر عليه. هذا مثلث دكتورة هند العوضي. هذا المثلث صح الناس ملت من كثر ما أنا أعيد وأزيد فيه، ولكن كل الدراسات تقول أن هذا المثلث الذهبي هو أفضل طريقة أنك أنت تحمي وقت نفسك في الوقت الحالي. هي من أفضل ثلاث طرق في حمايتك ضد الكوفيد 19، اللي هو غسل يدينك باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، حفاظك على مسافة كافية بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، وارتدائك لكمامك بطريقة صحيحة طوال الوقت. نعم، شكرا لك دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف بهيئة الصحة بدبي على هذه المعلومات القيمة. شكرا للمستمعين، شكرا آمنة، شكرا عبد الله، ودمتم بصحة وسعادة. شكرا لك دكتورة. اختي آمنة، مثل ما ذكرت الدكتورة هند بأن فعلا يعني كثرت النصائح وكثرت يعني المعلومات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا مهمة جدا. ولو تلاحظين اختي آمنة الحين في فعلا يعني هناك ثقافة عند الجميع. نعم. يعني مستحيل الواحد أن ينزل اليوم سواء إذا راح البقالة أو المطعم بدون كمام، وإذا نزلتي تحسين يعني كان يعني وضع غريب والناس تشوف أو تنظر لك بشكل يعني غير طبيعي. فلهذا السبب كثرت الإجراءات وكثرت البرامج التعزيزية والتثقيفية في هذا الجانب. الحقيقة يعني زاد مستوى ثقافة الناس عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. نعم طبعا أخوي عبد الله، مثل ما قالت الدكتورة، أطفالنا واعين وأطفالنا مثقفين اللي عاشوا في فترة جائحة كوفيد 19. ما شاء الله عليهم. عبد الله، من انت تبى تطلع من البيت هم يسالون ماما وين الكمام، بنتي الصغيره ماما وين الكمام، كمام. نعم. يعني خلاص حتى استوى عندهم يعني صحيح. ثقافه انه وين الكمام، وين المعقم، شلينا المعقم معانا، شلينا الكمام معانا. يعني هاي استوت من اساسيات كل طلعه ان تكون معك يعني كل الادوات اللي ممكن ان تقيك. ومثل ما قالت الدكتوره، نحن نفضل الاماكن المفتوحه، الاماكن الغير مزدحمه، طبعا هاي لحمايتنا وحمايه اطفالنا. صحيح. وايضا اختي امنه بان يعني هيئه الصحه بدبي تلعب دور حيوي ومهم جدا في موضوع زياده نسبه الوعي افراد المجتمع عن الاجراءات الاحترازيه الخاصه بكوفيد 19، ليس يعني فقط على مستوى معين وإنما جميع المستويات سواء الأطفال الكبار البالغين. فهذا حقيقة دور حيوي ومهم من هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة ومتنوعة. ومثل ما ذكرنا بأن هذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل في الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة الأخت الفاضلة أميرة الغفلي، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وكل الشكر والتقدير لك أختي آمنة العلي ما قصرتي. شكرا لك أخوي عبدالله، أبدعتي. وتقبلوا تحياتنا عبدالله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.